مكرونه بالجمبري، وهنعملها في حله واحده. عشان نعمل اول وصفه معانا النهارده اللي هي مكرونه بالجمبري في حله واحده، عايزين مكرونه سباجيتي غير مسلوقه، واحد بصل شرايح، 250 جرام جمبري وسط، ممكن تجيبوا الصغير لو عايزين، لو في جمبري بالقشر كده بنخلي كام واحده على جنب حلو نحطهم على الوش. عندنا كوبايه من الفلفل الالوان شرايح، 2 كوب مشروم ويفضل الطازة طبعا، 2 كوب عصير طماطم، 1 كوب جبنة بارميجان، وربع كوباية ريحان طازة، ملح وفلفل، رشة جوزة الطيب، 2 معلقة كبيرة زبدة، و2 معلقة كبيرة زيت زيتون. طيب أول حاجة هنعملها هناخد زيت الزيتون اللي عندنا هنحطه في الحلة، ولازم تكون الحلة سخنة يا جماعة، ما ينفعش ننزل أي لحوم أو أي نوع من يعني لحمة فراخ أي حاجة من دول على طاسة أو على حلة ما تكونش سخنة قوي. هنحط الزبدة. طيب هنقلب بس البصل كده شوية، البصل بتاعنا شرايح بس انتوا طبعا يعني انتوا ممكن تستعملوا اي نوع مكرونة انتوا عايزينه، يعني لو عايزين اي نوع تاني غير ده عادي شغال، عايزين تقطعوا البصل صغير برضو زي ما انتوا عايزين. انا عاملاها يعني بطريقتي يعني بالتقطيعات اللي انا حباها، بس انتوا ممكن تغيروا التقطيعات زي ما انتوا عايزين. خلينا نجيب الجمبري اللي عندنا، بس كده تقليبتين للبصل بس يبتدي يتحمر. هنحط دلوقتي الجمبري، طبعا الجمبري اللي عندنا متقشر ومتنضف من الظهر كويس جدا، ولو ما بتعرفوش تنضفوه خلوا اتأكدوا بس ان اللي بايع لكم الجمبري منضفه كويس من الظهر. طيب الجمبري كده عندنا ممتاز، خلينا ناخد دلوقتي الفلفل، وهنحط الفلفل الاول لانه طبعا هياخد وقت شوية اكتر من المشروم، كله في الاخر هيستوي لان هنحط عليه عصير الطماطم، شوية ملح بقى، شوية فلفل، اي توابل زيادة حابين تحطوها حطوها. هنحط المشروم، عايزين تحطوا مكعب خضار كمان بتقدروا تحطوا. هنحط دلوقتي الصوص الحمراء او عصير الطماطم، تقريبا كوبايتين، وعندنا بقى مية سخنة. بس تغلي المية السخنة اللي عندنا هناخد بقى المكرونة، هحطها زي ما هي ولا هكسرها ولا حاجة، بتغلي اهي، نحطها بقى كده بالشكل ده. وبعدين نروح بقى موطين النار وكل حاجة تبقى تمام التمام. شوف بس تحت تستوي شوية، مش تستوي تطرى بس كده، بيبقى سهل التقليب على طول. يلا نقلبها بقى اهي، اول ما اقلبها كده كلها واحس المية ابتدت تقل شوية هروح موطية النار، هوطي النار وهغطيها وهخليها تستوي على مهلها خالص، بس كل شوية نقلبها. يعني احنا كده تمام، شايفين اهي كده، عايزه 3 دقايق وهوطي النار عليها. هنا المكرونه عندنا تقريبا خلاص استوت، يبقى هنجيب دلوقتي الكريمه اللي عندنا اللي احنا اتفقنا ان احنا نحطها هي والريحان، نحط الكريمه شويه يعني كده، انا حاطه نص كوبايه بس ما حصلناش كوبايه، ونجيب السكينه هنقطع بقى الريحان اللي عندنا، ناخد بقى الريحان ونحطه هنا، انا بقى هعلي النار دلوقتي شوية علشان الصوص تتشرب اسرع. خلاص احنا مش عايزين نقعدها على النار اكتر من كده،